بسم الله. ربنا أعنا على العلم بك تمام العلم حتى لا يذلنا أي مذل. أمين يا سميع يا كريم يا قريب يا مجيب الدعاء. فما آية فسرتها في كتاب نور شفاء الجزء الأول اللي تورينا جاهلية الكرب، كانوا يسيئوا معاملة الأنعام مبيطاي من جملة البحيرة وكذا والسائبة وغيره وغيره. تلقاو تفاصيل وتشوفوا بالضبط مدى جهل العرب بحقيقة أمر الأنعام، جهل مطبق. على كل عال وكي يشقها وذنها يشقنها وذنها، يعني يأذن لغيرها ولا يأمر لا يمسها بسوء، خليها تمشي تدخل لأي مزرعة والدكدكة راهي هذيك معناها مقدسة، ما تهمش هذيا ولا ترد على ما هي مشتغلة به، يعني ترفس الغلة والخضار والأزهار تلبسهم ما توصلش تمسها ولا تقول لها شر ولا تقول لها ابعد ولا 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 تضربها لطردها. هذا ما من أسوأ سلوكات العرب في عالم الأنعام. نسأل الله السلامة والإنعام برضاه بالتمام والكمال. آمين يا رحمن.